بسم الله. النهاردة عندنا أداة كويسة جدا اسمها Family Rename. الأداة دي بتعمل إيه؟ الأداة دي بكل سهولة بتغير في أسامي الفاميلي بطريقة سريعة، بيجيب لي كل الفاميلي الموجودة في المشروع وأقدر أعدل فيها زي ما أنا عايز. ده هنا بيقول لي إيه الحتة اللي أنت عايز تعدلها، كومباوند فاميلي، وول فاميلي، فلور فاميلي، روف، ستير، ريلينج، ماتيريال، زي ما أنت عايز. تقدر تتعلم على العناصر اللي أنت عايز تعدل في جزء منهم مش في كلهم. وبعد كده تقدر تيجي هنا تقول له انا عايز مثلا اعدل في ديت، في هنا يعني ممكن تيجي تقول له مثلا عايز هنا اضيف حاجه. وفي عندي امكانيه ان انا اضيف لكل الفاميلي كلمه في الاول، يعني قبل كده قلنا احنا عايزين كل الفاميلي يكون في اولها رقم معين، رقم مشروع، وممكن تضيف في اخر الحاجه، كان طلب منها برضو في اخر كل حاجه تكتب اسم الشركه، تمام. او ممكن تعمل ريبليس لو الفاميلي دي مثلا واخدها من مشروع، مكتوب اسم المشروع عايز تبدل، فبتقول له ريبليس، بدل لي الكلمه دي بالكلمه ديت. وتقدر تقول له مثلا انا عايز اعمل ريبليس للعلامه دي بعلامه تانية، او ديليت سبيس، او الحروف الغريبه دي شيلها، لو انت عندك حروف غريبه وهتاخد منك وقت كتير فالاداه دي ممكن تسهل عليك. ممكن تعمل سبورت لكل الاسامي وتعمل لهم امبورت تاني. فده ما شاء الله يعني انا شايف انها هتوفر لك وقت كتير جدا في الشغل.